ياكم من هنا من أرضية ميدان الوثبة من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي ريسنج، قناة الواحة الفضائية. وافتتحنا اليوم يوم الثمانية ويوم الكبار ومحل الرقص مع الكبار، أول الفائزات في مهرجان اليوم يوم الثمانية، تكريم للسيد عابر بن خلفان الهاملي. وشوط المحليات ذهب مع زعفرانة للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي، ها هي انطلاقة الشوط الثالث. والشوط الثالث مخصص للحول المهجنات الأصايل لأبناء القبائل، مسافتنا 8 كيلومتر. ندائنا وجوائزنا للمراكز العشر الأوائل وللمركز الأول، هناك سيارة للمركز الأول. وبنسير مع مقدمة هذا الشوط مع الشاهينية، في مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن محمد بن عبد الله العرياني. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني للسيد سالم بن حمد بو قطعة الظاهري. وفي المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث شعله للسيد مروان بن فري بن حمود الظاهري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع بمصوغان للسيد محمد بن عتيج بن علي بن خفية الاجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس بشاير تبشر بالخير للسيد سلطان جاوز لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة جبارة. يا سلام، جبارة لازالت مسيطرة، شعلة في المركز الثاني بمصوغان، في المركز الثالث بشاير، في المركز الرابع ضجة، في المركز الخامس سلطة، في المركز السادس يا سلام الظبي، أنا قلت ضجة لكن الظبي وصلت وانتقلت إلى المركز الرابع. نرجع إلى جبارة للسيد فاران بن عتيج بن محمد بن قريع المري، لا زالت العصا في البطان، ما صدرت أي أوامر، الظبي قادمة وسلطة قادمة، الظبي للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، سلطة قادمة، سلطة للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. تبت تتسلط على مقدمة هذا الشوط الظبي وجبارة وسلطة. يا سلام، منظر جميل الظبي تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا رحم طيلة، يا سلام على الظبي تتسلل وتغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، سلطة في المركز الثاني، الظبي وسلطة، اللحظات الأخيرة الحرجة، الظبي سلطة. تهانينا للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي على فوز سلطة بالمركز الأول. المركز الثاني الظبي، في المركز الثاني للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، المركز الثالث جبارة للسيد فاران بن عتيج بن قريع المري، المركز الرابع بروق للسيد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، المركز الخامس ضجه للسيد راشد بن حمد بن مبارك المهيري. هذه النتيجة شاهدت ويانا أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الكرام، استمر الصراع حتى خط النهاية، قدرت سلطة أن تنتزع المركز الأول. ها هي سلطة 12 دقيقة 42 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن سعيد بن منانة اجتبي، سلام عليكم يا هل زعبيل. المركز الثاني الظبي 12 دقيقة 42، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، والذي وصلت في المركز الثالث جبارة 12 دقيقة 43 ثانية بلوفة وبالتمام. تهانينا للسيد فاران بن عتيج بن محمد بن قريع المري، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، نحييكم أجمل تحية.